عمل قطاعنا على تنفيذ إجراءات جديدة لتحديد الأسعار مع إعطاء الأولوية في تسجيل الأدوية الجنيسة والمواد البيوعلاجية المماثلة للحد مع من حالات الاحتكار في إطار ضمان الوفرة دائما، وكذا الوقوف على تزويد الصيدليات بالأدوية لا سيما المواد الصيدلانية المستخدمة في علاج كوفيد 19. عملنا على محاربة كل الممارسات الغير قانونية من احتكار ومضاربة وبيع مشروط بالتسخير المؤسسة الصيدلانية للإنتاج والاستيراد والتوزيع بالجملة، من خلال إلزامية موافاة وزارة الصناعة الصيدلانية بالبرامج التقديرية لإنتاج وتوزيع الدواء واستلام الأدوية المستوردة والتصريح الأسبوعي بمستوى المخزون والكميات الموزعة سواء للمؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة أو للصيدليات.